يقولون الليل أخفى للويل، إنها وحدة الإرباك الليلي. يحل الظلام فتضع هذه المجموعات الشبابية أقدامها على الحدود الشرقية لقطاع غزة، يرمون الحجارة ويلقون القنابل الصوتية اليدوية ويشعلون الإطارات المطاطية، فيرد جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين. هم من يستخدمون إرهابهم ضدنا، وهم من احتلوا أرضنا وسلبوا حقوقنا وكرامة شعبنا. هم الذين فرضوا الحصار على شعبنا لمدة 16 عاما، لم يتحرك أحد من المجتمع الدولي الذي يدعي الإنسانية والديمقراطية. نحن نقول لكل العالم في هذا اليوم أن رسالتنا واضحة، هي أن تعطوا كرامة شعبنا وأن تضغطوا على هذا المحتل أن يكسر الحصار وأن يعطي لشعبنا كامل حقوقه دون قيود او شروط. ان شاء الله مستمرين ان شاء الله، يعني احنا يعني مش هنروح من هنا، يعني لو جابوا لنا خيام وقالوا لنا ما حننام يعني ولا في شغل ولا في نيله، يعني احنا يعني فدا فلسطين. الارباك الليلي بات مرتبطا بحقوق الفلسطينيين التي سلبها الاحتلال. ابتدع هذا الاسلوب خلال مسيرات العوده وعاد مجددا للمطالبه بانهاء الحصار عن غزه. بدأ الاحتلال بتقديم تسهيلات اقتصادية لم يشهدها القطاع منذ العدوان الأخير، لكن الفصائل الفلسطينية تقول إنها غير كافية. التسهيلات هي ليست منا من الاحتلال، هي حق لشعبنا الفلسطيني، وتسهيلات غير كافية. ما لم ينعم شعبنا الفلسطيني بالأمن والاستقرار والحياة العزيزة الكريمة على أرضه فلينعم الاحتلال بالهدوء، وشعبنا الفلسطيني والشباب الثائر وجماهير شعبنا ستواصل الضغط على الاحتلال وتتصاعد وتيرتها في الأيام القادمة ما لم يتم رفع الحصار عن قطاع غزة. قمع المتظاهرين هي وسيلة الاحتلال لتفريقهم، ووحدها التلال الرملية هنا من تحمي المتظاهرين. مواجهات تزيد من توتر الأوضاع الأمنية التي قد تدفع إلى مواجهة عسكرية، يقول محللون. لليوم السادس على التوالي تقام هذه الفعاليات الشعبية، وهذه المرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. فعاليات ستتواصل وربما تتطور إذا لم يستجب الاحتلال لمطالب الفلسطينيين، وأهمها رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع. شروق شهيد، تلفزيون سوريا، من الحدود الشرقية لقطاع غزة.